لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل. علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ أحمد الدردير رحمه الله تعالى في الشرح الكبير على المختصر: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشارح رحمه الله: فقال: وجب فورا قضاء صلاة فائتة على نحو ما فاتته من سفرية وحضرية وسرية وجهرية، فيحرم التأخير إلا وقت الضرورة، ويحرم التنفل لاستدعائه التأخير إلا السنن والشفع المتصل بالوتر وركعتي الفجر مطلقا، ولو وقت طلوع شمس وغروبها وخطبة جمعة. يعني القضاء الفوائت واجب ويجب على الفور، فقوله قضاء الفوائت واجب هذا هو مذهب الأئمة الأربعة، يعني سواء كان الفوات سهوا أو غفلة أو عمدا، هذا هو قول الجمهور. ومن أهل العلم من بعض أهل الظاهر خالفوا وقالوا: من ترك الصلاة سهوا أو نام عنها يجب عليه أن يقضيها، ومن تعمد تركها فلا يجب عليه قضاؤها، لأنها أعظم، يعني معصية، المعاصي أعظم من أن تجبر. واستدلوا وأخذوا بظاهر، يعني تمسكوا بظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فكفارته أن يصليها متى ذكرها. قالوا هذا يدل على أن العمد لا قضاء فيه ولا يمكن أن ينجبر بالقضاء، وتمسكوا بظاهر هذا النص وهذا اللفظ. وقال الله تعالى: أقم الصلاة لذكري، فهذا وقت، الوقت الذي يجب أن تصلى فيه الصلاة الفائتة التي فات وقتها. ولكن الصحيح هو مذهب الجمهور، وهو أن الصلاة يجب قضاؤها. والأخذ مذهب الظاهرية ضعيف في هذه المسألة، ونرى بعض الشباب أحيانا يعني يفرحون به، وبعضهم يعني ربما يأخذ بقول من يرى أن تارك الصلاة كافر، ويرى هذا أن أسهل لهم القضاء، وهذا أعظم. لأن لا أنت يعني اعتقدت بأن تارك الصلاة كافر ويعني أقررت على ذلك، معناها أنه لا تضمن أن الذي ترك الصلاة قد يموت وهو تاركها، فيموت على الكفر والعياذ بالله. هذه فتوى يعني مع أن مدركها ضعيف هي أخطر، وأشد ربما يظنونها هي أسهل، بل هي أخطر، لأن من اعتقدها ورأى أنها كفر كأنه يعني يقر أنه يموت على الكفر، لأن لا تضمن من ترك الصلاة أنه يتوب ويرجع للصلاة قبل أن يأتيه أجله. فهي فتوى يعني عجيبة، ما ينبغيش أن يكون الخلاف يكون تارك الصلاة كافر وغير كافر. هذا خلاف يمكن ذكرناه، وأيضا أكثر أهل العلم لا يرون أنه كافر، وإن كان الذين يستدلون على كفره لهم أدلة، وأخذوا حتى هم بالظواهر، ولكن الظواهر اللي فيها كفر الصلاة، كفر تارك الصلاة، كلها مؤولة عند جمهور أهل العلم من ابن عباس وأهل المجرة. فهنا يعني أيضا جمهور أهل العلم يقولون إن من ترك الصلاة عمدا يجب عليه قضاؤها، والدليل على ذلك يعني أدلة كثيرة، وهذا اللي استدلوا به يعني لا يثبت الاستدلال به. فقوله من النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن صلاته ونسيها فكفرته أن يصليها، ولم يذكر العمد، يقال وجوب القضاء على العامد أولى من وجوب القضاء على الناس. هذا يعني
يؤخذ بالأولى وبالأحروية، وهذا من قياس الأولى، والقياس اللي يعني هو المفهوم الموافق الأولى بالأخذ به على حد قوله تعالى: فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما. يعني هل يعقل أن الإنسان يستدل بهذه الآية ويقف عند ظاهرها ويقول: والله القرآن قال لك لا تقل لوالديك أف، ولكن يجوز لك أن تضربهما؟ وذلك ابن حزم يقول في هذه الآية: لو لم يكن هناك دليل على عدم ضرب الأبوين لهذه الآية فإنه يجوز ضربهما. يعني الآية عندها لا تدل بالقياس، لأنه ينكر القياس. هذا فهم عجيب، يعني جمود على الظاهر في يعني يبطل مقاصد الشريعة وأهدافها ومفاهيمها وأدلتها وما تلوح به. فقوله: ولا تقل لهم أف، هذا بالأولى أنه لا يجوز لك أن تفعل أكثر من ذلك. وكذلك هنا لما أوجب النبي صلى الله عليه وسلم القضاء على الناس فإن العامل من باب أولى، وذكر الناس يعني وحده أنه يجب عليه أن يقضيها، ذكره لفائدة، لأنه لما كان معذورا ولا إثم عليه ربما يتوهم أنه لا يجب عليه القضاء ما دام هو معذور. فذكر وجوب القضاء للناس هذه الفائدة منها، الفائدة حتى ليتوهم، لأنه لم يذكر أنه يجب عليه القضاء لتوهم الناس أنه ما دام هو معذور يعني معذور في الأمرين، في رفع الإثم ومعذور في ذلك القضاء. فذكر يعني فيه فائدة لذكر هنا يعني المفاهيم، حتى عندما من يقول بالمفاهيم يعني إذا كان هناك فائدة وغرض من المنصوص، المنصوص له فائدة من ذكره، فيه فائدة من ذكره، فإن خلافه لا يثبت الحكم، يعني المفهوم لا يثبت الحكم لمخالفه. ما يقولش لا والقرآن إلا النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني فعليه القضاء، يعني من نسي فعليه القضاء، معناها يفهم منا أن غير الناس لا قضاء عليه. يقول لا، هذا ما لم يكن للمذكور له علة وله فائدة وله نكتة خاصة هذه، فإن ترفع مفهوم الخلاف بعد ذلك الحكم اللي يدل عليه المخالف. فهنا العلة والحكم والعلة والفائدة من ذكر الناس، لأن ربما يتوهم أنه ما دام معذور في رفع الإثم عنه ربما يكون معذور أيضا في القضاء. وهذا من قبيل أيضا قول الله تعالى في الصيام، ففي أنه لما ذكر المريض والمسافر أنه يجب عليه القضاء، فما كان مريضا على سفر فعدة من أيام أخر. هل هناك أحد يقول لا اللي كان مش مريض ولا مسافر وأكل متعمدا أنه لا يجب عليه القضاء؟ لو نريد أن نأخذ بالظاهر نقول كذلك، لكن هذا كلام غير صحيح، فإنه بالاتفاق بالإجماع على أن من أفطر لسفر والله أفطر لمرض والله أفطر متعمدا من غير عذر كلهم يجب عليهم القضاء. فهذا أيضا من قبيل هذه الآية، فوجوب القضاء على المتعمد من باب أولى. وكذلك دلت آثار كثيرة وحديث كثيرة في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصلاة. فعندما كان النبي صلى الله عليه وسلم قافلا من خيبر وناموا في الوادي في الطريق، وناموا حتى أصابهم حر الشمس، ناموا عن صلاة الصبح ولم يستيقظوا، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرتحلوا من هذا الوادي، وادي في شيطان يعني ضرب على آذانهم وغفلوا عن الصلاة. ووقع هذا النبي صلى الله عليه وسلم للتشريع، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت عنه أنه تنام عينه ولا ينام قلبه، ولكن أحيانا يعني يقع منه عادة من أجل أن يشرع الأحكام ويعلم الناس الأحكام. فلو لم تقع مثل هذه المسألة ربما يقول قائل: كيف نقضي الصلاة إذا فاتت الصلاة كيف نقضيها؟ والمفروض ما نقضيهاش. فهذا من باب التشريع، فناموا عن الصلاة ثم رحلوا عن الوادي، ثم بعد ذلك صلوا ركعتين السنة ثم صلوا صلاة الصبح، فهم يعني قضوا الصلاة
وبعد ما فات وقتها، وكذلك في حديث حفر الخندق ناموا عن أو تركوا صلاة الظهر وصلاة العصر وصلاة المغرب وصلاة العشاء كما في حديث أنس، كما في حديث عبد الله بن مسعود، حتى يعني ذهب هو من الليل ثم أمر بلال فأذن فصلوا الظهر ثم قام فصلى العصر ثم قام فصلى المغرب فصلى العشاء، فهذا قضاء لصلوات وليس سببه نسيان وليس سببه نوم، فهم مستيقظون وعالمون بالصلاة ولكن أخروها عمدا لمصلحة اقتضتهم ذلك وأخروها، وأيضا الحكمة فيه التشريع، فصلوا وقضوا الصلاة وهي غير منسية ولا هي صلاة نائم يعني. وكذلك عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، بعض أصحابه صلوا في الطريق وبعضهم تركوا الصلاة حتى خرج وقتها وصلوها قضاء، وذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأقرهم على ذلك، والذين أخروا الصلاة لم يؤخروها نسيانا ولم يؤخروها لنوم، إنما أخروها عمدا لمصلحة، رونا من المصلحة واجتهاد فهمه من أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأقرهم النبي صلى الله عليه وسلم أقر الفريقين، فدليل على أن الصلاة تقضى حتى لو لم تترك نسيانا أو لم تترك للنوم. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني من أدرك ركعة من الصلاة أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، كذلك من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تشرق الشمس فقد أدرك الصلاة، فمن أدرك ركعة واحدة من العصر قبل أن تغرب الشمس صلى ركعة واحدة في الوقت وثلاث ركعات أخرى متى صلىها؟ صلىها بعد خروج الوقت خلاص صلىها قضاء. فأدلة كثيرة تدل على أن الصلاة يجب قضاءها سواء كانت الترك نسيانا أو لنوم وكان الترك لغير ذلك، هذا حكم وجوب القضاء. وقوله يعني على الفور هذا أيضا مختلف فيه بين المذاهب، هل القضاء يجب فورا ولا القضاء يجب على التراخي ولا يجب بأمر وسط لا هو فور ولا تراخي. على القول بأنه يجب فورا معناه ما يجوز للإنسان أن يؤخر، لأن وقت القضاء هو متى ذكرت الصلاة، إن فكفرتها أن يصليها متى ذكرها، لقول الله تعالى أقم الصلاة لذكري، وقت الصلاة الفائتة هو وقت تذكرها، وإذا كان واجب القضاء على الفور معناه متى تذكرت أنك صلاة واحد ولا اثنين ولا عشر ولا مية يجب عليك أن تواصل الصلوات وتقضيها كلها جميعا، ولا يجوز لك التأخير إلا أو الترك أو التمهل إلا الأشياء الضرورية في حياة الإنسان، مثل الأكل الضروري ومثل النوم الضروري ومثل يعني تعلم العلم الضروري المتعين عليه، ومثل الأشياء اللي هي لا يستطيع يعني ليس له عنها مندوحة، هذا فقط هو المستثنى، وما عدا ذلك فيجب عليه أن يصلي دائما إلى أن يكمل الصلوات الليل النهار، يجب أن يصلي حتى في وقت الحارة التحريم وقت النهي وقت غروب الشمس وقت شروقها وقت يعني خطبة الجمعة، كل أوقات لمنهي الصلاة عنها وتنفل يعني لا تدخل في وقت القضاء، القضاء يجب في كل وقت ما عدا في الأوقات اللي هي لا بد منها الإنسان يقضي فيها حوائجه، فهذا على القول بأن القضاء يجب على الفور معنى هذا هو معناه، وحتى التنفل ما ينبغيش له أن يتنفل، لأن من يتنفل وعلى القول بالفورية كأنه يعني يتطوع وعليه دين وعليه واجب، وهذا وضع الأمور في غير موضعها، لأن الإنسان يتطوع ويتصدق وكذا وعليه حقوق واجبة الناس يجب عليه أن يؤدي الواجبات ثم بعد ذلك يتطوع. والقول بالتراخي معناه لا يجوز له يعني أن يصلي إلا إذا خاف الفوات، إذا ظن الموت أو يعني غلب على ظنه أو مريض أو كذا إلى آخره فيتضيق عليه الوقت، يجب عليه بعد ذلك أن يصلي ولا يؤخر، هذا القول عنه والتراخي. وعلى القول بأنه وسط يعني له فور ولا هو تراخي معناه أنه يجوز له أن يتمهل، وهذا القول ذهب إلى أنه لو أن الإنسان يعني صلى في اليوم الواحد صلاة يومين قضاء فقد أدى ما عليه، وحتى بعد ذلك لو مات وما زال عليه قضاء فيكون هو قد أدى ما عليه وتسقط عنه ولا يعد مفرطاً.
على القول لأنه لا القضاء لا هو على الفور ولا هو على التراخي، معناها أن هل هناك حد يمكن أن يسقط به التكليف ويعد صاحبه معذورا غير مفرط؟ ذكر وقال لو صلى صلاة يومين في كل يوم يصلي 10 صلوات قضاء في كل يوم يبقى قد بلغ العذر ولا يعد بذلك مفرطا حتى لو مات قبل أن يكمل القضاء فلا يكون آثما. يعني هذا هو الخلاف في مسألة هل يجب على الفور أو يجب على التراخي. ولكن حتى من قال يجب على الفور أو تستثنى السنن، ما ينبغيش أن يترك السنن الراتبة والشفع والوتر، ركعتين قبل الوتر وصلاة الوتر وصلاة الفجر ينبغي أن يصليها. ومن قال إن القضاء لا يجب على الفور استدل بحديث الوادي، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعني يقضي الصبح في مكانه حين استيقظوا، بل حتى رحلوا ثم بعد ذلك صلى ركعتين الفجر قبل ذلك. معناها هذا دليل على أن السنن تصلى مع القضاء، يعني في دليل عنا كأن القول الوسط اللي يقول لا يجب لا على الفور على التراخي وإن بين ربما يكون هو الأرجع من حيث الدليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤخر طويلا بل تمهل حتى ترك الوادي الذي أصابهم في النوم، ثم بعد ذلك لم يبادر الفريضة هي الأولى بل صلى السنن. فهذا فيه دليل على أن معرفة فوات الصلاة يصلي السنن، السنن الراتبة والفجر والوتر وغير ذلك، وأن القضاء إن كان يجب على الفور لكنه لا يجب على الفور بمعنى أنه لا يباح له أن يأخر إلا في الأوقات الضرورية للطعام والشراب وغير ذلك. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. قال في المختصر: وجب قضاء فائتة مطلقا. قال الشارح: ولو وقت طلوع شمس وغروبها وخطبة جمعة سفرا وحضرا صحة ومرضا، ولو فاتته سهوا أو تبين له فسادها أو شك في فواتها لا مجرد وهم، وتوقي وقت النهي في المشكوكة وجوبا في المحرم وندبا في المكروه. وتوقع القضاء يجب أن تقضى الصلاة على نحو ما فاتت تماما، إن كانت الصلاة سرية يقضيها سريا، إن كانت جهرية يقضيها جهرية، إذا كان فتاة صلاة سرية بالنهار ويريد أن يقضيها بالليل لا يجهر فيها، لأنها يجب عليه أن يقضيها كما فاتت، هي فاتت بالنهار سرا فيقضيها سرا ولو صلىها بالليل. وسفرية وحضرية، كان صلاة فاتته الصلاة وهو مسافر يقضيها ركعتين حتى وكان هو في الحضر، ولو فاتته صلاة في الحضر ثم أراد أن يقضيها في السفر فإنه يصلي 4 ركعات كما فاتته. فمذهبنا أن الذي يريد أن يقضي الصلاة يقضيها على النحو الذي فاتته، يعني سرية وجهرية وسفرية وحضرية بكل أوصاف اللي هي كانت عليها، ويقضيها في كل الأوقات، سواء كانت يعني سواء الصلاة تركها ولم يصليها، سواء كان سهوا أو نسيانا أو عمدا، وكذلك لو كان تبين له فساده وصلها ولكن تبين لأنه كان يصلي من غير وضوء أو يصلي بالنجاسة أو يصلي بوضوء فاسد. أنا كثير من الناس لا يحسنون الطهارة اللي هي شرط صحة، لا يحسنون الأركان، أركان الصلاة في غسل الوجه وفي الأعضاء المتفق عليها المختلف فيها، ربما الأمر فيها واسع، مسح الرأس مسح كله ولا بعضها الأمر فيه واسع، مسح أذنيه ولم يمسحه الأمر فيه واسع، المضمض والاستنشاق الأمر فيه واسع. لكن الفرائض اللي هي متفق عليها غسل القدمين وغسل الوجه وغسل اليدين، وهذه لابد أن يستوعبها بالغسل. فلو كان هو يعني لا يحصل الوضوء أو لا يحصل الغسل، كثير من الناس لا يحصل الغسل ولا يعمم جسده بالماء إما لسرعته أو لتهاونه أو ليطمن الماء على وجهه دون أن يتبع كل حدود وجهه،
وإذا كان تبين له بعد وقت أنه كان لا يغتسل اغتسالا صحيحا ولا يتوضأ وضوءا صحيحا وتبين له فساد صلاته في مدة من وقت من الأوقات، فهذا كله ينبغي أن يدخل في باب القضاء ويجب عليه أن يقضيه، ولا تبرأ ذمته إلا بقضائه. هذا أمتى يجب القضاء؟ إذا كان إنسان علم بذلك بترك الصلاة وبفسادها، إما يعني متيقنا أو تيقنا منه بذلك، أو ظانا يعني عند ظن أنه هذا اللي حصل منه، أو كان شاكا في أنه أتى بالصلاة صلىها ولم يصليها لم يصليها للتوهم. احتياط من التوهم أيضا الشك اللي يجب به القضاء يجب أن يتنبه إليه بحيث ما يصيرش وهم، ما يصيرش مجرد وسواس. كثير من العامة مدة عمره ويقضي في الصلاة، هذا يدخل في باب التوهم، إن كان هو شك لكن يدخل في باب التوهم. الشك اللي يجب معه القضاء والشك المبني على أساس يعني له شيء يبنى عليه، يعلم هو مثلا أنه بلغ وعمره كذا، ويعلم أنه بدأ الصلاة في سنة وعمره 20 سنة أو 21 سنة، يشك هل بدأ في 20 سنة أو 21 سنة. هنا يجب عليه أن يقضي إلى 21، الشك يجب مرحلة الشك هذه يجب عليه أن يقضي الصلاة فيها، بمعنى أنه عمل حسبة وفي فترة حصل له فيها الشك، الفترة اللي حصل له فيها الشك هذه يجب عليه أن يقضيها، لأن الشك مبني على شيء، مبني على أساس. أما إذا كان الشك هو مجرد وهم ومجرد وسواس مثل ما يحصل من بعض العامة أن طول عمره ويقضي العجائز، بعض الناس طول عمره تقضي، يمكن قضت يعني أكثر كان هي صلت عمرها حتى 30 سنة، يمكن هي قضت 30 سنة، قضت من يوم من ولدت قضتهم، فهذا ما ينبغيش، هذا ماهوش أساس شرعي ولا ينبغي الناس أن يعول عليه، هذا يورث الوسواس ويبقى الإنسان يعمل على غير قاعدة صحيحة شرعية. فاللي ينبغي أن يقضيه هو ما علمه أو ظنه أو شك فيه شكا مبني على أساس صحيح. يجب قضاء الصلوات في كل وقت، حتى قال في أوقات النهي، أوقات النهي هي المغرب الغروب الشمس وطلوع الشمس ووقت يعني خطبة الجمعة. قالوا ينبغي لمن يقتدى به أن يتوقع أوقات النهي إذا كان إنسان من أهل العلم وكذا، ويأتي وقت غروب الشمس ولا شروق الشمس ولا يقضي خطبة الجمعة ويقوم يصلي، ينبغي أن يتوقع هذا ما يعملهاش قدام الناس، أو ينبههم يقول أني راني نصلي بحيث ما يقتداش به ولا يعمل بلبل ولا يعمل فتنة. هذا يبين أن الناس الذين يتنطعون يعني يأتون في مجتمع مثلا هو ماشي على وتيرة واحدة متبعا مذهب من المذاهب المعتمدة وحياته رتبت وأعرافه يعني ترسخت وتوطدت على منهج ومذهب من مناهج الشرع والعلم، ثم يأتي واحد يعني بأشياء غريبة يحب أن يطلع ويخرج بها بينهم فيحدث بينهم أمورا و يبقى ويتنفل وقت الخطبة ويتنفل في أوقات أخرى بعد صلاة العصر، أو يعني يعمل أشياء زي ما يعمل الناس بعض الشباب الآن يأتون بها مذاهب قد يكون هي لها أصل في مذاهب العلم ويقول بها بعض العلم لكنهم يقولون بها في مجتمعات أخرى، فيأتي في مجتمع يعني ترتبت أعرافه واستقر أمره ونظامه على منهج ومذهب واحد فيثير بينهم هذه الأشياء ويبقى يعمل الخلافات ويناقش عليها ويجادل ويحاجر ويقعد وينزل يعني يعمل أشياء هي ليست من أهل العلم وليس من شأن وذاب أهل العلم، وهذه يحذرون منها ويرون أنها يعني أشد خطرا، وأحيانا يحاول أن يثبت سنة ويثبت مستحب على مذهب من المذاهب لكن يحدث بها يعني معاصي وآثام وفرقة وخصام بين المسلمين وعداوات وبغضاء، يعني يعمل بها أشياء متفق ومجمع على تحريمها، يأتي بأشياء هي مختلف فيها هل هي مطلوبة أو غير مطلوبة وتركها فيها سعة وتركها يعني لا إثم فيه، فيفعلها ويتعنت بها ويعاند ويفعل بها ما يفعل بحيث يفعل أمر
مجمع عليه أنه حرام، وهو الفرقة المسلمين والبغضاء والشحناء بينهم والتقاتل أحيانا حتى بالسلاح. فهذا كله سببه يعني عدم البصيرة وقلة التفقه في الدين. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله بخير يفقهه في الدين فالعلم وحده من غير عقل ورشيد لا يفيد صاحبه، بل ربما يضيعه ويضره. فهذا السبب اللي قال: وتوقع يعني أوقات النهي إذا كان هو يقتدى به. وتوقي وقت النهي في المشكوكة وجوبا في المحرم وندبا في المكروه، وندب لمقتدى به إن قضى بوقت نهي أن يعلم من يليه. أي نعم، هذا بحيث أن يسد الباب. هذا أصله في الشريعة دائما، يعني التشريع يريد أن يحفظ حرمات الناس جميعا، ولا يجوز للإنسان يعرض نفسه لشبهة ولا لتهمة، وخصوصا إذا كانوا من أهل العلم. يعني حتى لو كان هو على أمر صحيح ومطمئن وعلى يعني حيطة في دينه ولم يرتكب مخالفة ولا كذا، لكن ما ينبغيش عليه أن يسكت ولا يبين، لأن الطعن فيه معناها هو ليس في شخصه، إذا كان هو من أهل العلم وأهل الدين أو من يقتدى به الطعن به يؤدي للطعن في الشريعة وفي أحكامها والتهاون بها والاستخفاف بها وبأهلها، وهذا حرام لا يجوز. والأصل في هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج مع يعني بعض نسائه انقلب بها إلى بيتها، فرأوا بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكان ليلا، فمجرد أن رأوا شبحه يعني اختفوا، فقال لهم: على رسلكما إنها صفية، يعني بحيث أن. ثم قالوا يعني: سبحان الله، وهل نظن بك؟ قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فهذا يعني أصل في باب سد الباب يعني والدرايع، الإنسان لا يعرض نفسه للكلام ولا للتهم الباطلة وللشبهات إذا كان هو من العلم ومن يقتدى به. يجب أن يحتاط، حتى ما يجوز لغيره لا يجوز له. إذا كان هناك يعني أمور يتساهل فيها لعامة الناس وهي من الخلافيات، وربما بعض العلم يجوزها ولا يبحث فيها عن مخرج وكذا، لكن لا ينبغي لمن يقتدى به من العلم في البلاد أنهم يجلسوا هذه المجالس التي ربما تثير عليهم القول والشبهات وكذا. فينبغي لهم أن يحتاطوا منها، حتى وكانت هي مكروهات وكانت أمور مختلفة فيها، ينبغي أن يبعدوا أنفسهم عنها بحيث تكون كلمتهم مسموعة ويعني شأنهم يعني محفوظ، ويعني ما يكونش مبتدئين للعامة ولا للطعن في الدين، لأن الطعن فيه يؤدي للطعن في الدين وفي الإسلام وفي أحكام الشريعة. يعني كيف تسقط هيبة الشرع من الناس؟ بهيبة الناس الذين يحملونه. والناس ينبغي أن يحتاطوا لهذا في مثل هذه المسائل. لأجل هذا هنا نبه على أن الإنسان إذا كان يريد أن يقضي في أوقات النهي عليه أن ينبه أنه يفعل ذلك قضاء، بحيث أنه يقولش هذا يرتك في محدد روح عالم وذا روح يقرأ وذا روح يعرف، وأشفه أمتى يصلي أو يصلي، والإمام يخطو أو يصلي وقت النهي وغروب الشمس. فينبغي أن ينبه على ذلك حتى يحفظ حرمته. قال في المختصر: ومع ذكر ترتيب حاضرتين شرطا. يقول الشارح: ووجب مع ذكر ولو في الأثناء ترتيب حاضرتين مشتركتي الوقت وهما الظهران والعشاءان وجوبا شرطا يلزم من عدم العدم، ولا يكونان حاضرتين إلا إذا وسعهما الوقت، فإن ضاق بحيث لا يسع إلا الأخيرة اختص بها، فيدخل في قسم الحاضرة مع يسير الفوائد. فإن ذكر بعد أن سلم من الثانية ندب إعادتها بعد الأولى بوقت. فإن ذكر بعد أن سلم من الثانية ندب إعادتها بعد الأولى بوقت. يعني هذا يتكلم الآن على الترتيب بين الصلاتين المشتركتين في الوقت، يعني الظهر وهما الظهر والعصر
والمغرب والعشاء. الترتيب بينهما واجب شرطا يلزم من عدمه العدم. إذا لم ترتبهما يعني انعدم الترتيب بينهما، انعدمت الصلاة، انعدمت صحتها، لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا. فهذا معنى واجب شرطا. واجب معنى ترك حرام، لا تترك الواجب معنى ترتكب حرام. شرطا معناها شرط في الصحة، إذا لم يتوفر هذا الشرط فكأنك لم تصلي. الظهر والعصر، لو إنسان صلى العصر قبل أن يصلي الظهر فصلاته للعصر باطلة، يجب عليه أن يعيدها. وكذلك المغرب والعشاء، صلى العشاء قبل المغرب صلاة باطلة، هذا إذا اتسع الوقت لهما، الظهر والعصر ما زال الشمس لم تغرب. وإذا خشي غروب الشمس ولم يبقى إلا مقدار صلاة واحدة اختص بالأخير، كما تقدم إذا ضاق الوقت اختص بالأخير الصلاة الأخيرة، فيصلي العصر وتبقى الظهر تكون هي فائتة من الفوائد، فيصليها بعد ذلك ويندب إذا صلىها بعد ذلك أن يعيد العصر بعدها ندبا وليس وجوبا. الترتيب بين الصلاتين المشتركتين في الوقت واجب شرطا، واجب ابتداء هذا بالاتفاق، يعني قبل أن تدخل الصلاة إذا ذكرت أنك لم تصلي الأولى فإقدامك على الصلاة الثانية يعني لا محل له وصلاتك لها باطلة، هذا بالاتفاق ابتداء. ودواما يعني تذكرها في الأثناء، هل يبطلها أو لا؟ يعني ذهب قوم من علماء المالكية إلى أنه يبطلها، وأن الترتيب واجب ابتداء ودواما، ولكن رجح بعض المحققين رجحوا أن الترتيب واجب ابتداء لا دواما. وإذا يعني عندما دخل الصلاة كان يعتقد أنه إذا دخل صلاة العصر كان يعتقد أنه صلى الظهر، ثم بعد ذلك لما ابتدأ في الصلاة تذكر أنه تيقن وتحقق أن صلاة الظهر لم يصليها، فهو هذه الحالة يستمر في صلاته وصلاته صحيحة على القول الراجح عندهم، ويندب له أن يعيد الظهر يعني إعادته لها ندبا، يعيد يصلي الظهر ويصلي العصر بعدها ندبا استحبابا لا وجوبا. فهذا يعني الترتيب المشتركتين هو الشائع في الكتب أنه يجب الترتيب ابتداء ودواما، وهذا هو مسلك من مسالك فقهاء المالكية، وأن حتى من تذكر الصلاة الأولى في أثناء الثانية تبطل، يجب عليه أن يصلي يتركها ويصلي الأولى ثم يصلي الثانية. ولكن الراجح أن التذكر في الأثناء لا يبطلها، بل ينبغي له أن يستمر ويكملها، والإعادة مطلوبة منه على وجه الاستحباب للوجوب. نعم. قولكم شيخنا بطلان الصلاة في حالة أنه صلى العصر قبل الظهر، هنا إذا كانت حاضرة، إذا كانت الصلاة حاضرة وليست فائتة. نعم، هذا في الصلاة حاضرة. نعم. الصلاة تبطل يعني إذا كانت حاضرة. ولكن في الفوائد هو أيضا الترتيب واجب وتركه حرام، لكن لو نكس الصلاة لا تبطل، وربما يدخل في الإعادة تكون استحبابا لكن لا تبطل. يعني لو ظهر وعصر قضاء واجب الترتيب، يعني الفوائد فيما بينها يجب الترتيب بينها. والتعبير بقولهم واجب معناها ترك الواجب فيه إثم، لكن ليس شرطا، والكلام في الشرطية يعني هذه اللي تبطل الصلاة. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني. قال: ووجب مع ذكر ترتيب الفوائد كثيرة، ترتيب الفوائد كثيرة ويسيرة في أنفسها غير شرط، فلو نكس ولو عمدا أتم في العمد ولم يعد المنكس.
يعني ولم يعيد المنكس يعني يمكن أن تكون أثمة هي وحتى أتم يتصلح هكذا، لكن هو حتى أثم له وجه، لأنه ما دام الترتيب واجب وهو ترك الواجب عبدا فيكون آثما، يمكن كتبت أتم يعني أتم بمعنى لأن الترتيب ليس شرطا، ما هو يعني يصلح أن تقرأ هكذا وهكذا، فلو كان الترتيب شرطا لا ينبغي أن يتم، ينبغي له أن يقطع ويصلي الظهر ثم يصلي العصر، لكنه في الفوائد يتم ولا يقطع. ويمكن أن تقرأ أثمة إذا كان عمدا في العمد يأثم، لأنه ترك واجبا ومن ترك واجبا عمدا أثم. قال ووجب غير شرط أيضا مع ذكر ترتيب يسيرها. ووجب غير شرط أيضا مع ذكر ترتيب يسيرها أي الفوائد مع حاضرة كالعشاءين مع الصبح، فيقدم يسير الفوائد على الحاضرة. يعني أيضا كما أن ترتيب الفوائد في أنفسها واجب غير شرط، كذلك ترتيب يسير الفوائد مع الحاضرة فهو واجب غير شرط. يعني إذا كان سنة عليه صلوات قليلة كما مثل هو العشاء، يعني لم يصلي المغرب والعشاء والصبح، فيجب عليه أن يصلي المغرب والعشاء قبل أن يصلي الصبح، لكن الترتيب ليس شرطا وإنما واجب، لا يجوز له أن يقدم الصبح ثم يصلي المغرب والعشاء، بل واجب عليه أن يصلي المغرب والعشاء ثم يصلي الصبح. وإن خرج وقتها، فلو خرج حتى ولو خرج وقتها، يعني إنسان عليه المغرب والعشاء وهو يريد أن يصلي الصبح، قال يجب عليك أن تصلي المغرب والعشاء أولا وتؤخر الصبح الحاضرة، لأن هذه يسير فوائد حتى ولو خرج وقتها. فيقدم يسير الفوائد على الحاضرة وإن خرج وقتها. وهل أكثر اليسير أربع أو خمس أصلا أو بقاء في ذلك؟ خلاف، فالأربع يسيرة أصلا أو بقاء، هذا أحد الكلام، ثم قال في ذلك خلاف. نعم، أصلا أو بقاء في ذلك خلاف، فالأربع يسيرة اتفاقا والست كثيرة اتفاقا والخلاف في الخمس، وندب البداءة بالحاضرة مع الكثير. يعني هل يسير، قلنا احنا يجب ترتيب يسير الفوائد مع الحاضرة حتى ولو خرج وقتها، ما هو يسير الفوائد اللي لابد أن تصليها قبل الحاضرة حتى لو خرج وقتها؟ قد اختلفوا فيه، هل هو أربع أو خمس صلوات؟ يعني بمعنى إذا كان إنسان عليه أربع صلوات هذا يعد يسير فوائد ويجب أن يصليه قبل الحاضرة، وإذا كان عليه خمسة معناها يجوز يصلي الحاضرة قبلها، أو يسير الفوائد هو خمسة، فإذا كان عليه خمس صلوات يجب أن يصليها قبل الحاضرة، وإذا كان عليه أكثر من خمسة فلا يصليها قبل الحاضرة، اختلاف اليسير هو أربع صلوات أو خمس، والراجح هو خمس صلوات، يعني صلاة يوم وليلة، يسير الفوائد هو صلاة يوم وليلة، هذا إذا كان مترتب عليه ما عليش في صلاة في عمره إلا هذه الصلوات الخمس، سواء كانت أصلا أو بقاء، يعني من الأصل هو عمره ما قصر في صلاة إلا في هذه المرة خمس صلوات فاتوه بس، هذا أصلا، أو بقاء بمعنى كان عليه 20 أو 30 صلاة وصلى 25 وبقيت خمسة من 30، فهي باقي عليه، يعني كانت الخمسة الباقية هي أصلا من أول أمر هذا هو عليه، وإلا بقيت عليه بعد أن قضى ما قضى منها. فمن كان عليه يسير الفوائد أصلا وبقاء فيجب عليه أن يقدم يسير الفوائد على الحاضرة حتى لو خرج وقتها، بخلاف كثير الفوائد. وثم قال بعد ذلك إيه وهل نعم
وهل أكثر اليسير، وهل أكثر اليسير أربع أو خمس أصلا أو بقاء؟ في ذلك خلاف، فالأربع يسيرة اتفاقا، والست كثيرة اتفاقا، والخلاف في الخمس. نعم. وندب البداءة بالحاضرة مع الكثير إن لم يخف. وندب البداءة بالحاضرة مع الكثير إن لم يخف خروج الوقت وإلا وجب. يعني عرفنا حكم الترتيب بين يسير الفوائد والحاضرة، قلنا واجب تقديم يسير الفوائد عن الحاضرة حتى لو خرج وقتها، يعني الوجوب مؤكد هنا. لكن عرفنا يسير الفوائد أنه خمس صلوات، لكن من عليه أكثر من خمس صلوات عليه كثير الفوائد، كيف يفعل إذا كان يريد أن يصلي الحاضرة؟ قال يندب له أن يبدأ بالفوائد، لكن ما لم يخف خروج الوقت، يعني عليه ثمان صلوات ولا عشر صلوات وهو يريد أن يصلي الظهر، فالمستحب والسنة أن يبدأ بالثمان صلوات هذه يصليها كلها قبل أن يصلي الظهر، لكن هذا بشرط ألا يخاف خروج وقت الظهر. فإذا خاف خروج وقت الظهر أو خروج وقت العصر أو خروج الصلاة الحاضرة، فينبغي ويجب له أن يصلي الحاضرة قبل كثير الفوائد. هذا بخلاف اليسير، اليسير يقدمه حتى لو خرج وقت الحاضرة، لكن الكثير لأن اليسير يقدمه وجوبا على الحاضرة، وذلك يقدمه حتى لو خاف خروج وقت الحاضرة. أما الكثير فإنه يقدمه ندبا لا وجوبا، وإذاك إذا خاف خروج وقت الحاضرة فإنه يصلي الحاضرة ولا يقدم الفوائد. فإن خالف وقدم الحاضرة على يسير الفوائد سهوا بل ولو عمدا أعاد الحاضرة ندبا ولو مغربا صليت في جماعة وعشاء بعد وتر. بعدين رجع إلى مسألة الترتيب بين يسير الفوائد والحاضرة، قلنا هذا واجب، وإذا أفرض وترك هذا الواجب وصلى الحاضرة أولا، قال ينبغي له أن يعيدها بعد أن يصلي يسير الفوائد، يجب عليه أن يعيدها. قال حتى لو كان هو صلى المغرب في العشاء فينبغي عليه بعد أن يصلي يسير الفوائد أن يعيدها، وكذلك العشاء لو قدم عليه يسير الفوائد يجب عليه أن يصلي يسير الفوائد ثم يعيد العشاء حتى لو كان صلى الوتر، ولا يقال له أنك أنت يعني تتنفل بعد المغرب ولا المغرب لا تعاد لأنها صلاة وتر، ولا لا تصلى العشاء بعد صلاة الوتر مرة أخرى لأنها نفل والنافلة تصلى بعد الوتر. قالوا هذا لا يرد عليه، لأن تأكيد تقديم يسير الفوائد هو تقديمه واجب ووجوبه مؤكد، وذلك لا يلتفت إلى يعني الأعذار الأخرى التي في الحالات المعتادة أنه لا ينبغي أن يفعلها مثل إعادة صلاة المغرب وصلاة العشاء بعد الوتر. قال في المختصر: فإن خالف ولو عمدا أعاد بوقت الضرورة، وفي إعادة مأمومه خلاف وإن ذكر. يقول الشارح: بوقت الضرورة المدرك فيه ركعة بسجدتيها فأكثر، وفي ندب إعادة مأمومه لتعدي خلل صلاة إمامه لصلاته وعدم إعادته لوقوع صلاة الإمام تامة في نفسها لاستيفاء شروطها، وإنما أعاد لعروض تقديم الحاضرة على يسير الفوائت وهو الراجح. يعني إذا كان إماما يجب عليه أن يعيد الصلاة الحاضرة، يعني يقدم الصلاة الحاضرة على يسير الفوائد وهو إمام، فينبغي له أن يصلي الحاضرة ثم يعيد الصلاة الحاضرة بعد أن يسير الفوائد ولو بوقت ضروري،
هذا في الإمام هو المتفق عليه، وكذلك في الفد، لكن الخلاف في المأموم، هل المأموم هو أيضا يعيد ولا المأموم لا علاقة بهذه المسألة، هذه المسألة خاصة بالإمام، الإمام هو اللي عليه يسير الفوائد، أما المأموم شنو علاقته؟ ما عليه شيء يسير الفوائد، فسبب الإعادة هو متعلق بالإمام، لأن الإمام أتى بالصلاة كاملة بأركانها وشروطها مستوفية لكل شيء، وأمره بالإعادة لأمر يخصه متعلق به، هو الذي لم يصلي يسير الفوائد. أما المأموم فما شأنه؟ لا علاقة بهذه المسألة. قال فيه خلاف، هل المأموم أيضا ينبغي أن يعيد صلاة ولا لا؟ والراجح أنه لا يعيد، الأمر لا يتعلق به. خلاف وإن ذكر المصلي فذا أو إماما أو مأموما اليسير في صلاة ولو كان المذكور فيها جمعة، وإن ذكر دي استئناف، يعني ما ليش علاقة بخلاف، خلاف تبع المسألة الأولى. نعم. استئناف وإن ذكر. وإن ذكر المصلي فذا أو إماما أو مأموما اليسير في صلاة ولو كان المذكور فيها جمعة وهو إمام لا فذ لعدم تأتيها منه ولا مأموم لتماديه، قطع فذ وجوبا وشفع ندبا وقيل وجوبا إن ركع ركعة بسجدتيها فيضم لها أخرى ويجعله نافلة ولو ثنائية كصبح لا مغربا فيقطع ولو ركع لشدة كراهة النفل قبلها فليتأمل. يعني إذا كان الإنسان عليه يسير فوائد وابتدع في صلاة، سواء كان إمام ولا مأموم، إمام وإلا فذ، المأمون قال هو إن يعني لو تذكر هو من مساجين الإمام في هذه المسألة ما يتعلقش بحكم، ما يغيش أن يترك ولا يشفع ولا كذا، والإمام والفذ في غير الإمام مطلقا في كل الصلوات وصلاة جمعة، والفذ في غير الجمعة، لأن الجمعة لا تتأدى من الفذ. فالمقصود إذا كان المصلي إماما أو فذا وبدأ في الصلاة تذكر أن عليه يسير الفوائد، قال يقطع ويصلي يسير الفوائد أولا، فإن ركع ركعة أضاف إليه أخرى شفعا وخرج عن شفع، يعني الصلاة صلاها نفلا، وكذلك حتى لو كان يعني في المغرب فإنه يقطعها، وكذلك إذا كان في صلاة أخرى، يعني إذا كان هو لم يركع يقطع، وإذا ركع ركعة أضاف إلى أخرى وخرج عن شفع نافلة وصلى اليسير أولا، ولكن لو صلى أكثر الصلاة يعني ثلاث من الرباعية وكذا يعني يكملها، لأن ما قارب الشيء يعطى حكمه. نعم. جزاكم الله خير شيخ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله أولا وآخرا. علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم طريقا للأفضل، علماء بني قومي عرفوا تحويل الصعب إلى الأسهل، علماء لهم عقل يبني بالعلم.